لنقاش ملف عودة حراك التظاهرات الشعبية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات السيد كاظم ماجد، وعبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الأستاذ الدكتور نوري حمدان. أستاذ نوري، كيف تابعت ما جرى اليوم من تظاهرات؟ بداية يعني بجمهوركم الكريم، الحقيقة المظاهرات هذه ليست غير متوقعة، هي منتظرة، وهذه المظاهرات هي أكيد امتداد لثورة تشرين التي انطلقت في 2019، لأنه قلناها وقلنا أكثر من مرة أن ما يذهب به أو ما تذهب به القوى السياسية المتزعمة والمسيطرة على السلطة اليوم في العراق هي لم تسعى إلى تحقيق مطالب ثورة تشرين، بالتالي ما زالت الأسباب التي أقامت أو التي دفعت بشباب تشرين بثورتهم المجيدة هي ما زالت قائمة، بل تعمقت وتجذرت وأصبحت أكثر احتقانا، فبالتالي نتيجة طبيعية أن تعود أو يعود شباب تشرين إلى ثورتهم للخلاص من هذه العملية السياسية المبنية وفق المحاصص الطائفية والمدعومة من إيران وأمريكا. طيب، هذا الواقع الحقيقي أنه اللي يفترض من الشباب اليوم في تشرين يتجمعوا بشكل أكثر دقة، لأنه خلال هذه الفترة أصبحت لديهم خبرات، أصبح لديهم تواصل، أصبحت لديهم معرفة بمجريات الأمور، فبالتالي يفترض أنه تكون أكثر نضجا وأهدافهم فيها واضحة وكبيرة وتستحق المساندة، والشعب العراقي الذي يرفض العملية السياسية برمتها هو أكيد سوف يكون مساند كما ساند الثورة في 2019. طيب أستاذ نوري، ابقى معي لو سمحت. سيد كاظم، مرحبا بك. ما الهدف من خروج التظاهر اليوم في بغداد؟ ما هي مطالبكم بالتحديد؟ بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وبقناتكم وبمتابعيكم الكرام. حياك الله. مظاهرات اليوم في ساحة النسور هي امتداد إلى ثورة تشرين الخالدة، ثورة تشرين الخالدة التي خرجت من أجل إسقاط منظومة سياسية وليس من أجل المشاركة فيها أو تغيير قانون الانتخابات أو تغيير شكل النظام، نحن لا يهمنا ذلك، ما يهمنا هو إسقاط النظام السياسي بالكامل. طالبنا منذ البداية وقد خرج الكثير من طلاب الجامعات والكليات ومن كل طبقات الشعب، الفلاح منها والعامل، الكل كان يطالب بإسقاط منظومة سياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمهد إلى حكومة مؤقتة من أجل إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن النفوذ الحزبي والميليشياوي وبعيدة عن السلاح المنفلت. كذلك نحن طالبنا بسحب السلاح من يد الميليشيات قبل إجراء الانتخابات، وأيضا قلنا بأن أي حزب مسلح يجب أن لا يكون له مشاركة، وهذا موجودة ضمن قانون المفوضية، أي أحزاب ذات أجنحة مسلحة لا يحق لها المشاركة في الانتخابات، والذي حصل هو أن الأجنحة المسلحة ذاتها هي من شاركت بالعملية الانتخابية، ورغم خسارتها ورغم ما خرجت به الانتخابات قامت هذه الجهات المدعومة دوليا وأقليميا بالاحتجاج على نتائج الانتخابات الذي نحن نرفضها أصلا. هذه الانتخابات نحن رفضناها، والآن هم أصبحوا يرفضونها لأنه لم يحصلوا على ما كانوا يتوقعون من أصوات الناخبين. نحن نقول لهم ثورة تشرين لا علاقة لها لا بالصراعات السياسية ولا بالمصالح ولا بالمناصب، بل نحن نريد تغيير منظومة سياسية كاملة، نريد دولة العراق تعود إلى هيبتها كما كان، هذا العراق العظيم الذي يربو تاريخه على السبعة آلاف. اليوم انطلقت التظاهرات في بغداد، ماذا عن الناصرية وباقي المدن؟ هل هناك تظاهرات قريبة ستنطلق؟ منطقة وهو اليوم يتراجع إلى ضمن عداد البلدان المتخلفة. تفضل أستاذ. هل هناك تظاهرات ستنطلق في باقي المدن بالإضافة إلى بغداد سيد كاظم؟ نعم سيد الكريم، نحن الآن نحضر إلى يوم 11 ذكرى انطلاق الثورة التشرينية المباركة، لأن الأيام المقبلة كما تعلم هناك زيارة الأربعينية
وكل يتجه الى زياره، والباقين قد اوقفوا نشاطاتهم حاليا احتراما لهذه المناسبه الحسينيه التي هي عزيزه على نفوس العراقيين. نحن نقول بان 11 سيشهد مظاهرات كبيره جدا ستنسف كل مخرجات ما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين، بغض النظر عما كان هؤلاء الفرقاء هم حركات او احزاب اسلاميه او غيرها او مدنيه. نحن نرفض العمليه السياسيه بالكامل حتى لا يقول الباقين ان هناك مجاميع تحاول محاربه الاسلام والوقوف بوجه المذاهب والاحزاب الاسلاميه او الدينيه بشكل عام. نحن نريد التغيير بالكامل. الان اصبح المتظاهر التشريني على وعي كامل، والمواطن حتى المواطن العادي، حتى القرى والارياف، وحتى الفلاحين، وحتى الكادحين اصبحوا على وعي كامل بان هذه المنظومه السياسيه هي لا تصلح لقياده البلد والى اداره شؤون البلاد. الكل يعلم بان التغيير هو الكفيل الوحيد ببناء الدوله العراقيه ومؤسساتها بشكل يتلائم مع متطلبات الشعب العراقي. نعم، ابقى معي سيد كاظم لو سمحت. سيد نوري، الى اي مدى تعتقد ان ثوره تشرين مثلت نقطه تحول في الوعي الشعبي العراقي الجمعي بضروره ووجوب التخلص من النفوذ الامريكي والنفوذ الايراني في العراق؟ الحقيقه احنا بدايه لم تحدث انتقاله او تحول من قبل ثوره تشرين، لما اطلقنا عليها اسم ثوره او صفه ثوره. الثوره كما هو معروف هي تصنع متغير، تصنع تحول، فالتحول الشعبي والجماهيري الذي حدث بعد يعني بعد ثوره تشرين هو رفض بدايه تقسيم البلاد على اساس الطائفيه، وبالتالي هو رفض لجذر هذه القضيه. يعني الجمهور او الشعب العراقي ادرك جيدا من يريد تقسيم بلده على مستوى الطائفي للتمكن منه، لانه كل ما تنقسم البلد سياسيا على المستوى الطائفي هو يكون ضعيف، بالتالي يكون التأثير الخارجي أكثر قوة. فالشعب أدرك هذه اللعبة ولم تمر عليه بعد الآن، فأصبحت هي ثورة غيرت في مفهوم المجتمع سياسيا كذلك وحتى اجتماعيا. أصبحت العراق كل الجميع ينادون العراق للعراقيين، هدفهم كان كبير وواضح، نريد وطن، وهذا واضح بمعنى أنهم فقدوا الوطن، فقدوا شعارات الوطن الحقيقي، وأهدافهم هي يجب أن تتحقق. بالتالي الجمهور اليوم رافض للتدخل الإيراني والاحتلال الأمريكي والتقسيم على وفق المحاصصة الطائفية التي بنيت عليها العملية السياسية واستمرار ثورة تشرين. أنا أعتقد إذا تسمح لي، أنا أعتقد أنه ثورة تشرين امتدت اجتماعيا، لم تتوقف عند الشباب الذين اعتصموا في ساحة التظاهر. عندما أعلنت هذه القوى السياسية المهيمنة على مقدرات البلد إجراء انتخابات مبكرة ورفضت من قبل تشرين، الشعب لم يشترك بها، بمعنى أنه الثورة استمرت بعدم المشاركة، وهي ثورة كبرى لأنه أكثر من 80% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات. فهذا رفض واضح للجمهور، للشعب العراقي، لهذه العملية السياسية ومن يرعاها ومن نعم يسعى لترسيخها. ابقى معي لو سمحت. إذن ثورة تشرين امتدت اجتماعيا أيضا وليست فقط ضمن حدود ساحات التظاهرات. سيد كاظم، أنتم كثوار ومتظاهرين تطالبون بعراق جديد خال من الميليشيات المسلحة وأيضا من التبعية إلى الخارج، هل هذا المطلب قابل للتحقيق في ظل الظروف الراهنة؟ سيدي الكريم، هذا مطلب شعبي، والآن هناك تزايد، يعني تزايد بالمتظاهرين وبهذه المطالب، وهناك إجماع في ساحات التظاهر وبين كافة الرافضين للعملية السياسية المعارضين، أجمعوا بأن لا مناص من هذه المطالب، وخصوصا خروج العراق من الهيمنة الإيرانية والأمريكية وبناء دولة مؤسسات بعيدة عن النفوذ الأجنبي والإقليمي. الكل يسعى إلى هذا المطلب منذ انطلاق الثورة وحتى هذه الساعة،
وكما قلت لك باننا في الايام المقبله من الان نحن نحضر الى يوم 1/10، واتوقع بان ثوره تشرين ستاخذ منحا اخر، ولكنه لا يخرج عن السلميه. يعني نؤكد على السلميه دائما، بان مطالبنا ستكون سلميه وستاخذ دورها وستتحقق رغم الارادات الحزبيه والاملاءات الخارجيه والارادات الخارجيه. فان ثوره تشرين قد اصبحت هي وعي وثقافه لدى المواطن العراقي. شكرا. نحن اليوم امام منعطف جديد، يا اما نكون او لا نكون. شكرا جزيلا سيد كاظم الناشط العراقي عبر الهاتف، ناشط في التظاهرات سيد كاظم ماجد، شكرا لك. وايضا شكر موصول للاستاذ الباحث السياسي الاستاذ الدكتور نوري حمدان عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا.